صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نجد في كتب الأئمة مثل الدرر الثنية وغيرها أن العامية له أن يكفر المشرك بعينه دون الرجوع إلى العلماء، فهل يتعارض هذا مع وجوب عدم خوض العامة في مسائل تكفير المعين؟ والله أنا ما رأيت الكلام هذا، ولا أظن في الدرر الثنية أن العامي يكفر الناس وهو ما يدري، ما أظن هذا موجود. إن كان موجود فله وجه آخر، لا بد شاف أول الكلام وآخر الكلام والسياق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صليت إماما بالناس في صلاة العشاء، لكن ربما يقال أن الأمور الظاهرة يكفر بها، اللي يعرفها الناس العوام وغير العوام، مثل الشرك بالله، الكفر بالله، إذا سمعت واحد يكفر بالله أو يسجد لغير الله أو يذبح لغير الله تحكم عليه بعمله، العام وغيره يستنكر هذا. نعم. أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم إلى بصيرة، لا، ليست من شأن العوام. نعم.